يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، قال البغوي رحمه الله: إنها منسوخة بآية السيف. وإذا يعني هذا كما سبق لكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة وهو مأمور بالصبر تحمل ومنهي عن القتال، فلما هاجر إلى المدينة نسخ هذا الحال، نسخ هذا الحال وأمر بالجهاد. نعم، فهذا منه عند بعض العلماء، هذا منه. نعم، يقول فضيلة والآية فيها إنهال الكفار، الآية يقولون منسوخة بآية الصيف أي الجهاد. نعم.